اليوم جينا دايرين هاد الوقفه باش نطالبوا بادماج وليداتنا العائدين من حرب اوكرانيا اللي من جاو لدابا قاسينا ملي كانوا في الحرب وقاسينا من بعد ما جاو ودابا كنقاسيو اكثر لانه ولاو المصير ديالهم في مجهول ما بقينا عارفين وليداتنا اشنو المصير ديالهم من بعد. طالبنا عند مسؤولين هضرنا ما خلينا ما درنا ولكن ما حتى اذن ما تصنتت لينا ما كاينش شي اذن صاغيه اللي عرفت هذه المعاناه اللي ولينا عايشينها ولينا عايشين في اكتئاب حاد لا حنا ولا وليداتنا شادين عليهم بيوت كنقراو اونلاين ولكن واش غير تكون شي نتيجه هذوك اونلاين ولا لا. لحد الان بغينا سيدنا الله ينصرو الله يحفظه الله يرعاه انه يشد بيدينا ويشد بوليداتنا راه وليداته وما هما الا باش يدمجوا في بلادهم. اول بلاد خصها تشدهم هي بلادهم لان حنا كنحبوا المغرب ديالنا وبغينا وليداتنا كما كبرناهم على الحب الوطن بغيناهم يبقاو ما بغيناهمش بسبب ايادي خفيه يكرهوا البلاد. لا سيدنا الله يجازيك بخير ما تخليوش كاين بعض الاشرار اللي كيكونوا وراء الستار كيتبينوا انه كيبغيو البلاد ولكن راه كيدمروا الجيل الصاعد جيل وليداتنا اللي معتمدين عليهم حنا وكنتسناو فيهم انهم يجيبوا الدبلومات ويشرفوا المغرب في العالم ماشي غير في اوكرانيا في العالم وبغينا نجيبوا الدبلومات ويخدموا في بلادهم ويحبوا بلادهم سيغتو في هاد الظروف النفسيه بغينا هاد اللحظه اللي انهم كيعانيوا بغينا نطيب لهم نفسهم بيد الرحمن وبيد سيدنا نصره الله. الله يجعل مولانا يصوب ويعاوننا لان راه ماشي قد ما نقدوش نصيفطوهم للدول الاخرين لان كيطلبوا اتمنه باهظه راه ماشي هو الثمن اللي كنا كنقراو به في اوكرانيا سيرتو مع هاد كوفيد 3 سنين بلاد ما خدامش انا فنانه راه 3 سنين تقريبا ما خدمتش وعندي مسؤوليات وعندي بزاف د الحوايج الا ما لبست كلون ونقز ما نقدرش نوكل وليداتي. كان عندي امل كبير في هاد الوليد اللي غادي يقرا الطب ويعاون راسو انا بغيت منه حتى شي حاجه يعاون راسو ويعاون بلاده ما يكونش عاله. الله يجازيكم بخير كنطلب كنناشدكم جميع المغاربه احنا ولادنا ولادكم خوتكم ديروا يدينا علاش كتقولوا لا ما خصهمش يقراو معانا ما يتدمجوش لا راه ولادكم راه خصكم تشدوا يديكم بيدهم راه بحالكم بحالهم ما كاينش الفرق راه ما كاينش الفرق راه الناس اللي شفتهم واقفين راه كلهم عائلات متوسطه راه ضربوا سنين وسنين وحرموا راسهم باش يوصلوا لوليداتهم لواحد المستوى لانه في الهندسه ولا في الطب ولا في جميع المجالات. الله ينصر سيدنا وكنطلبوا الله يا ربي يتهيد علينا الحرب وترجع المجاري المياه ولكن بغينا ادماج في المغرب ديالنا بغينا ادماج في المغرب ديالنا بغينا وليداتنا يحبوا المغرب اكثر فاكثر سيرتو في هذه الظروف النفسيه. انا كان ناشد الدوله والملك محمد السادس انه يلقى لنا حل ويسرع لنا قضيه ديال الادماج. اول حاجه لاننا فعلا متضررين نفسيا من هذه الحاله اللي كنعيشوا لانه اضرار الحرب راه كثيره كثيره بزاف لا علينا ولا على والد لا علينا ولا على والدينا. فاحنا جينا هنايا وجينا ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه جينا كنطالبوا الوزير ولكن للاسف هذا الشيء باقي ماطل وهذا الشيء طويل. زائد اننا كنا اختارينا واخا خرجنا من الحرب اننا نبقاو في اوروبا ولكن خرج قرار من الوزاره على انه غيتم الادماج. مني جينا مني دخلنا للبلاد ديالنا فلقينا التماطل كثير 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 يعني من شهر ثلاثة وهما كيتماطلوا علينا. دابا حنا غندخلوا في شهر خمسة وحنا بغينا قرار ما بغيناهمش يصيفطونا للدول المجاوره. حنا ما بغيناش نمشيو اقتراح مرفوض اننا نمشيو للدول المجاوره لانه التكلفه باهظه لانه كون بغينا هذوك الدول من الاول كنا غنمشيو لهم ما كناش غنختاروا اوكرانيا وما كناش غادي نمشيو ليها لانه فعلا التكلفه على قد والدينا لانه اكثر الاباء والاولياء فهما من الطبقه المتوسطه والفقيره يعني كيبيع اللي قدامه واللي وراه باش ولده يكون طبيب وباش ولده يعيش حياه كريمه في المغرب ويخدم بلاده ويخدم الاراضي ديالو بكل جهد. كنرفضوا كنهضر عاوتاني على الكونكور حنا رافضين ورافض قاطع لانه اقتراح ظالم بالنسبه للطلبه يعني كيفاش واحد غادي تنتقي والاخر اشنو غادي يدير. يعني هنا كنرفضوا لانه غادي يكون كحجه علينا لانه غادي يظلمنا بزاف يعني يهزوا اللي بغاو ويخليوا اللي بغاو هذا الشيء ما بغيناش ومرفوض. وكنطلبوا على ان الدوله ما تبقاش
تألمنا بهذاك القرار اللي كتقول على انه طلبه الطب الاسنان وطلبه الصيدله ما عندهمش فين يديروهم. هذا الشيء ما غنتحملوش حنايا لاننا جينا في ظروف استثنائيه وفي ظروف قاهره. حنايا كايتوديان ما كنمشيو نقراو لبرا الا ما لقيناش الفرصه في بلادنا. راه حتى شي واحد من كاع هاد ليتوديان هادو ما اختار انه يمشي يتغرب ويحط الفلوس ودمجو فو تما. راه كنهضروا على الملايين كيتحطوا، كنهضروا على دي بارون اللي عندهم لوغ زانفون تما، كنهضروا على جوج كيصيفطوا جوج ولا ثلاثه الدراري ما يمكنش يخلصوا عليهم دي فري ديال 16 مليون 17 مليون في العام. راه سي انكرويبل. حنا كنا هنايا طبقه متوسطه، ماشي شي واحد اللي سوبر ميغا لاباس عليهم ولا شي حاجه. مي كنمشيو نخدموا باردون، مي كنمشيو نقراو برا حيتاش بغينا نكونوا راسنا، بغينا ناخذ واحد لي ديبلوم باش نخدموا المغرب، باش نزيدوا المغرب القدام. باسكو لا بروف سي كو حنا كنرجعوا للمغرب، ماشي كنمشيو نخدموا في لاميريك ولا في لوروب ولا شي حاجه. راه كنرجعوا لهنايا، راه كندوزوا واحد 6 ans تما ولا 7 ans تما، كناخذوا غير ديبلوم كنرجعوا باش نخدموا. وحنايا دابا حنايا راه فوالا، وحنايا تما كنخدموا وسميتو وحاجه اخرى بالنسبه للحرب، الحرب فاش وقعت حنايا راه جبرنا انه ندخلوا. حنا راه اونيتي سونسي انه ندخلوا، ماشي بخاطرنا. ولكن فاش كنسمعوا هاد الهضره بحال هكا وهاد لي بريجوجي وهاد لي جوجمون اللي كيتعطاو لينا حنايا وكيدمروا لنا نفسيا، الوغ كو اي نون با لو دووا انهم يحكموا عنا. كيف ما حنايا ما كنحكموش عليهم، بالعكس حنايا لي تيجون ماروكان وفلا ميديسين ولا فلا انجينيور كنزيدوا به القدام. حنا كنفتخروا بنو زيتيجون، حنا كنفتخروا بالسيستيم ديالنا كامل. دونك فاش غنجيو حنايا بحالهم لا نوت ما عمرها كانت معيار. الوغ حنايا اوني اون 2022، الا كنا غنبقاو نهضروا على لا نوت ما عمرنا غنزيدوا القدام. يعني بور كون سوا كلير، وحنايا اون ا لو دووا بور لانتيغراسيون، اون ا لو دووا ديتر انتيغري في المغرب كيف ما لي زوتر وي كيف ما الدول الاخرين تاهما انتيغراو ولادهم. مثلا مصر انتيغرات ولادها، مثلا الهند انتيغرات ولادها وهضرات مع دوتر بي باش يديروا دي بورس ديتود ولادها. مثلا تونس اقترحات هاد حطات اقتراح انه تكون ديزانيكس، علاش المغرب ما يديرش هاد الاقتراح؟ علاش حنايا فاش كنجيو كنوقفوا على واحد سميتو واحد القرار مصيري بالنسبه ل هنا كنهضروا على دي ميليا ديتوديون، ماشي غير واحد ولا جوج، كنهضروا على دي ميليا ديتوديون، دي ميليا دو سيتويان ماروكان باردون. حنايا نو سوم دي سيتويان ماروكان اللي جايين باش نزيدوا البلاد القدام، باش فاش يجي ان اوتر ميديسان ولا ان اوتر انجينيور من شي بلاد اخرى حنا اون فا ايتر فيير باش انه نتحاوروا معاه، كسوا سوا قرينا هنا كسوا سوا قرينا برا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.